انا تنعاني بمرض مزمن لباتيت سي، ودابا كنجي لهاد السبيطار موري زقوق كنجي معاينات اليوم بعد التحليله كنوريها لك. قالوا لقيت مشدله في 44، مشيت 44 صيفطنا الكاسترو مستاس اللي لحقت عند كفر ملي بغا طبع لقى قال لا تمشي 24 عند مالي الكبده. طلعت عند مالي الكبده وانا سخفان الكبده ناشفه لقى قال لي تمشي ثاني المستعجلات. واش المستعجلات؟ انا دايره كسيده، راه ما دايرهش كسيده، راني مريضه مرض مزمن كيلعبوا في كاك القرض. نهار 3 في شهر 3 جيت ل 20 غشت ندير سكانير هاكو عندي بغيت نعاودو ثاني قال كاين اضراب اضراب على السكانير والاشاعات الاخرين ما كاينش عليهم. وملي جيت نشوف اليوم عاد معاك طول كان غندير سكانير انا ثاني شاد الروندي فو في الشقا وجيت الصباح بكري وتا العشية عاد غندير وبعيدة خصني نمشي تا الواتزم ما كيخمولش الواحد. وهنايا سيكيريتي الا تعطلتي نهار قالوا السكانير ما خدامش. جات عندي المرا وقالت لك جي عندك عند سكريتي دير لي 4000 في الورقه وديري دابا السكانير. ما بقاش الاضراب قلت له على السكانير ولا ب 4000 ريال المحشومه. هاد الشيء محشومش هو راه هاد الشيء اللي ما بغيناش عشان الملك محمد السادس الله ينصرو طول عمره راه ما بغيناش هاد الشيء. ستاجيرات كتدخلي كيبداو ينهقوا فيك حنا مراض انا ركبتي نشفت انا ما بقاش في قدم يلا فين غنمشي تنقول لهم يشوفوا من حالنا وزير الصحه جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو طول عمره خلي له وليده وبنيته تنقول لي يشوف فينا يشوف لنا المستشفى اللي حدانا في واتزم يصوبوا لينا. ما بغيناش حنانا كاع ما نبقاوش نجيو بغينا نكون حنانا قريب الطبيب ديالنا وكل شيء الاطباء يكونوا تم. راه عيينا عيينا مصايبين باش نركبوا راه كنطلبوا باش نركبوا نجيو لهاد البلاصه. يلا ما عندي حتى خدام عليا تكرفست ما عندي لا راجل لا والو. يلا منين غنجيب فلوس؟ راه حشومه ولدي راه حشومه راه عيب راه عيب. بغيناهم يشوفوا منا يشوفوا منا يشوفوا منا راه حنا مراض راه حنا مراض. ماشي اللي جالس على كرسي قاضي شغله واللي جالس يدور في الزنق على الارض يمشي يصلح راسه مع الحيط. يعاونونا حنا مراض يعاونونا.